في البرتغال سبورتنج لشبونه ورجعت تاني للنادي الاهلي. الاول كلمني عن تجربه الاحتراف ودي اضافت ايه لرامي ربيعه؟ لا هي تجربه الاحتراف طبعا طلعت صغير كمان طلعت وانا عندي 19 سنه تجربه بصراحه يعني اتمنى طبعا اكررها تاني بره مصر، يعني في مصر ما اعتقدش في حته غير النادي الاهلي يعني دي صريحة. رامي لا دي صريحه لا لان يعني انت زي ما شايف انت النادي الاهلي عمل لك كل حاجه يعني النادي جابني من الناشئين خلى ليا اسم حطني على سلم ان انا ما كنتش احلم بيه طبعا فدي حاجه ما لهاش علاقه بان بجد او مش بجد، كل واحد اضرب شخصيته وكل واحد اضرب باختياراته بس تجربه الاحتراف بالنسبه لي يعني لو جات لي تاني مفاجاه مثلا انه حد زي رمضان يعني في تشابه كبير جدا بينه وبين رامي، يعني انتوا الاثنين من الناشئين بالظبط طالعين من فرق ناشئين، انتوا الاثنين عملتوا مشوار وحققتوا نجوميه وكان لكم رصيد كبير جدا عند الجمهور الاهلاوي يعني فبالنسبه لك كانت علامه استفهام مثلا انه رمضان يفضل انه يلعب في مصر النادي ثاني غير النادي الاهلي؟ هو قرار يعني علامه استفهام طبعا هو خدها بس كل واحد اضرب حياته الشخصيه وكل واحد اضرب بس انتوا اكيد قريبين من بعض يعني لا بس ما بتتكلمش لعيبه في حاجه زي كده يعني انا خدت قرار مثلا ان انا امشي واحترف ما فيش لعيبه هيجي يقول لي مثلا انت ليه خدته دلوقتي وليه قررت ان انت تمشي تروح بره مصر ما تخليك في مصر دلوقتي احسن مش هنتناقش مع بعض في الحاجات في التفاصيل دي بس علامه استفهام طبعا بس هو طبعا اضرب اختياراته طبعا وتحترم وهو ليه حريه كامل الحريه الشخصيه ان هو يمشي هو اضرب ظروفه وحياته كعيله يعني فانا بالنسبه لي لكن انت مش ممكن تاخد قرار لا مش ممكن بره مصر يعني بره مصر لا جوه مصر لا طبعا استحيل لا طبعا لا طبعا يعني دي صعبه جدا يعني مش عشان حاجه مش كلام والله بس زي ما قلت لحضرتك ان ايه اللي ممكن تعمله ان النادي الاهلي حطني على سلم المجد وحطني على حاجه انا كنت عمري ما اوصل لها يعني واستحملني فترات كتيره فترات اصابتي يعني يعني بيبقى فطبعا رد جميل على الاقل مش جميل كمان يعني انت عارف النادي الاهلي بعيد طبعًا عن رد جميل طبعًا بس انا بتكلم على ان ليه خير عليا كتير يعني فلو احترفت لا ما عنديش مشكله طبعا ان انا احترفت والنادي طبعا عمره ما يقف قدامي انت عادك مع الاهلي ممتد لقد ايه 3 سنين يعني 3 سنين وهل في اتفاق بينك وبين اداره النادي انه لو جالك عقد بره يبقى في موافقه على احترافك ولا ده مش لا دي ما بنتفقش عليها بالعكس العلاقه وديه بين اللعيب والاداره في النادي الاهلي يعني عندنا ما فيش حاجه تتقال يعني انت شخصيا لعبت في سبورتنج لشبونه خليني اقف على التجربه دي فادتك في ايه وليه رجعت وانت يعني قدامك كان مشوار طويل لسه هقول لحضرتك طبعا رجعت